بريسيزيو منتوج محلي صنع بشرت مخابر خاصة بتسويقه قبل أيام، كاشف يؤكد الإصابة بفيروس كورونا من عدمه ويعطي النتائج في أقل من 15 دقيقة. من خصائص المنتوج يعني الأخير نتاعنا الوفرة، لا رابيديتي يعني السرعة في إعطاء النتيجة. النتيجة راح تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة. مع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا منذ اكتشاف أول حالة في البلاد، سخرت الحكومة موارد مالية هامة لاقتناء هذه الكاشفات لمجابهة الفيروس القاتل، لكن إنتاج هذه الفحوصات محليا سيساهم في تقليص فاتورة استيرادها. السعر اللي يخرج من سعر المصنع 650 دينار جزائري، يعني بالدرجة نتاعنا 65 ألف. نستطيع أن نوفر يعني 200 ألف وحدة في الأسبوع. هذه المخابر تعد ثاني تجربة في الجزائر لإنتاج الكواشف السريعة لكورونا، وتم تزويد السوق بأكثر من 30 ألف وحدة كمرحلة أولى، مما يسمح لمهني الصحة لإطلاق فحص أوسع لحالة الكوفيد-19.